ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناه. انا نوج، والنهارده عندنا فيديو منتجات خلصتها ورايي فيها، يا ترى حبيتها ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. قبل ما نبدا، لو عايزه تعرفي انا عملت الميك اب ده ازاي، ده ميك اب برج الدلو، ودي سلسله انا كنت عاملاها على القناه، فلو عايزه تشوفيها هسيب لك لينك كل فيديوهات الابراج تحت في الديسكربشن بوكس لو عايزه تشوفي البرج بتاعك. يلا بينا، مش عايزه اطول عليكم. تنسيش لو عجبك الفيديو ده اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برايك، لو بتحبوا النوع دوت من الفيديوز قولولي، واخيرا وليس اخيرا ما تنسيش تعملي سبسكرايب او اشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. اوكي، ايه رايكم؟ تعالوا نبدا بالميك اب. واول حاجه معانا النهارده هو الباودر الشفافه دي من اسنس. زي ما انتم شايفين انا مخلصها لاخر قطره. طبعا سعرها حنين جدا كبودره شفافه، بس هي مضغوطه مش سايبه. للناس اللي عايزه بودره شفافه ومضغوطه ما بتعرفش تتعامل مع اللوس باودر، بتبهدل الدنيا والحاجات دي، فدي حل كويس للموضوع ده. هتيجي حد يقول لي ايه الفرق بين الباودر الشفاف واللي فيها لون؟ مفيش، هما الاثنين بيثبتوا الكونسيلر او الفاونديشن اللي انت حاطاه. ديت بس شفافه، لو انت عاجبك لون الكونسيلر مش عايزاه يتغير، مش عايزه تحطي فوقيه باودر تاني يغير لونه، فهو ده الحل. حبيتها ولا لا؟ يس حبيتها. هجيبها تاني ولا لا؟ اعتقد لا، علشان اجرب حاجات تانية، مش عشان هي يعني مش عاجباني، لا بالعكس حبيتها، سعرها حلو. لو اتزنقت في يوم من الايام ممكن اجيبها، بس انا حابه اجرب اوبشنز جديده علشان اقول لكم رايي فيها. طالما احنا في اسنس خلينا نكمل الكونسيلر ده من اسنس. طبعا لو حابين خدوا الحاجه سكرين شوت علشان لو حابين تجيبوها. ده الكونسيلر من اسنس اسمه كاموفلاج مات كونسيلر، اتكلمت عليه قبل كده وحبيته، وديت ممكن تكون رابع مرة، وعندي واحد خامس وهجيب منه تاني اكيد. سعره حلو، كفر بتاعه يعتبر ميديوم تو، يعني لايت تو ميديوم. لو عايزه كفر زياده حطي طبقه كمان عادي، بيقعد يعني مناسب، ما بيخلص بسرعه قوي ولا بيقعد بيطول. حبيته حبيته حبيته، ومن اكتر الحاجات اللي بحبها فيه ويمكن هي اللي بتخليني دايما اجيبه ان لونه مناسب جدا معاه، لان ما بلاقيش لوني بسهوله. فلو برضو عايزين تعرفوا لوني ايه، اللون ده 20 لايت افري، وكمان اللون اللي هو درجه 10 كمان حلو، يعني الاثنين حلوين للامانه. فهرجع اجيبه ولا لا؟ يس هرجع اجيبه. بعد كده عندنا ايلاينر من بانكسير، وهو بن، هو يعني زي القلم، وطبعا كنت اتكلمت عنه ان انا حبيته جدا جدا جدا. فرشته رفيعه، انا بالنسبه لي برضو الناس اللي متابعيني جديد، انا بحب الايلاينر تكون فرشته رفيعه، سواده يكون فحم، دول اهم حاجتين بالنسبه لي. طبعا ثلاث حاجات تاتي في المرتبه الثالثه، وهي من الحاجات المهمه جدا انه ما يشققش، خصوصا في الحته اللي جوه ديت، وهو ما كانش بيعمل الحاجات دي، قصدي ما كانش بيعمل التشققات، بس سواده كان السواد اللي انا بحبه، الفرشه بتاعته اللي انا بحبها. من كتر ما هو كان حلو انا خلصته بسرعه البرق، وانا حزينه. هجيبه تاني ولا لا؟ اكيد لو اتيحت لي الفرصه، لانه لازم تطلبيه من على الويب سايت بتاعتهم او بتاعه علي اكسبرس. لو قاعده فاضيه كده وليا مزاج اطلب حاجات اونلاين اكيد هطلبه تاني، ورشحه بشده. هحاول اسيب لكم طبعا اسامي اللينكات بتاعت كل الحاجات اللي اقدر عليها، مش كل حاجه ليها لينكس، حاجه زي ديت ليها لينك هحطها. هجيبه تاني ولا لا؟ زي ما قلت لكم لو اتيحت لي الفرصه يس هجيبه. طبعا ده غير ان سعره يجنن، سعره رخيص. طبعا انا ما بفتكرش اسعار، بس لو لقيت حاجه منزوق عليها سعرها هقول لكم. بعد كده عندنا ايلاينر للحواجب من فلورمر، وده شكله هو نفس الايلاينر بتاع بانكسير، بس ده للحواجب وده شكله. اول ما جبته ما حبيتهوش، بعد كده ادمان خلصته في سرعه البرق. برضو هجيبه تاني ولا لا؟ اعتقد احتمال كبير جدا هجيبه. لو معديه كده قدام فلورمر اكيد هدخل اجيب منه، بس مش هروح له مخصوص لان انا برضو لسه بجرب حاجات تانية. اولا ثابت، ما بيديش لوك الباودر كده، لان هو يعتبر سايل وبيدي احاء الشعر. شعر الناس اللي بتحب ترسم شعره شعره ارشح لكم، وفي درجات طبعا منه. لو هرجع اجيبه اعتقد ان انا هجيب درجه اغمق، انا كنت جايبه الدرجه دي افتح عشان كنت عامله شعري بلوند فكان لايق اكتر معايا. دلوقتي لو جبت هجيب درجه اغمق اكيد. طبعا للاسف لا قادره اقول لكم درجته كانت كام ولا اي حاجه، لانه المعالم اللي عليه مختفيه.
اخر حاجه مثبت الميك اب من ذا بودي شوب، وطبعا زي ما انتم شايفين مخلصه خالص. حبيته ولا لا؟ حبيته. انا بالنسبه لي بودي شوب عامل فيكس سبراي بالالوفيرا، يعني الحاجات بتاعتهم كلها ناتشرال، ما بيحطوش كيميكلز معظم الوقت، دي حاجه مريحه. سعره باي ذا واي كان 4 بعد السيل، قبل السيل كان ب5. هل هو احلى فيكس سبراي؟ الصراحه لا. هل هجيبه تاني؟ الصراحه لا، لانه على سعره ما ابهرنيش، يعني ممكن يبقى سعره اقل من كده ساعتها هنبهر. يعني الصراحه اداؤه كويس مش وحش، بس مش لدرجه ان انا ارجع اجيبه تاني. بس حلو لو حابه تستخدمي حاجه متاكده ان هي ما فيهاش كيميكلز مش هتضر بشرتك اديله فرصه. كده خلصنا الميك اب، تعالوا ننتقل للشعر. اوكي، اول حاجه هتكلم عنها هو الزيت ده، هو من الزيوت الهنديه واسمه رانجبوري. رانجبوري هو اسمه كده، اسمه هندي يعني، وهو مفروض هير ري جروث فيرتلايزر. اوكي، انا دومت عليه خلصته كله. انا شاطره في المواضيع دي، انا خلص الهير كير السكين كير، انا اشطر مني ما فيش. اوكي، هو كان بيتقال عليه ان هو سحر، انه يطلع لك شعر، وللناس اللي عندهم صلع. اوكي، هو بيغذي الشعر، ما ضايقش شعري، ما نشفهوش، دي حاجات مهمه بالنسبه لي، انا شعري جاف. بس هو مش سحر، let's be honest، هو مش سحر، هو كويس هينبت الشعر بس بطريقه بطيئه. ما لاحظتش ان انا شعري تقل اوفر، يمكن بعد ما خلصته كنت ماشيه على فيتامينز وحاجات تانية، حسيت ان هي تقلت لي شعري اكتر منه. فلو انت زي بتحبي تهتمي بشعرك، تحطي له زيوت تغذيه، انصحك انك تجيبيه. هو طبعا موجود في مصر على جروبس بتاعت الفيسبوك، فانا بالنسبه لي صعب ان انا اوصل له، فما اعتقدش ان انا اعرف اجيبه تاني. بس لو اتيحت لي الفرصه اعتقد ان انا ممكن مش اجيبه تاني، اجرب زيوت تانية غيره، يعني زيوت هندي why not. اوكي، بعد كده عندنا الماسك بتاع الشعر ده من انكتو، هو بالارجان، وهو مفروض 90% منه مكوناته طبيعيه. المفروض ان هو بيدي الشعر الجاف والفريزي اللي هو الهايش انتنسيف كونديشننج تريتمنت، يعني بيرطبه انتنسيفلي يعني بقوه. طبعا هو ما بيعملش ده خالص خالص، كنتش متوقعه كده، خصوصا انا شعري الصراحه بيحب الارجان، فكنت متوقعه انه هير ماسك بالارجان اكيد اكيد هيبقى تحفه. عادي عادي جدا، وتحت العادي بالنسبه لي، لان انا شعري جاف، وغير ان هو جاف انا ساحبه لون، فهو ناشف بزياده، فلازم لما تقول لي انتنسيف تبقى انتنسيف. لا هو مش انتنسيف، ولا مش هجيبه تاني. لو انت شعرك، ممكن الناس اللي شعرها دهني ينفع معاهم، بس الناس اللي شعرها جاف جدا ما بيعملش حاجه، مش هجيبه تاني. اوكي، بعد كده السيرم ده من بوتس، موجود في تقريبا معظم الفيديوز الحاجات اللي انا بخلصها، لانه كل ما بيخلص بجيب تاني، لسه جايبه منه تاني، وفي واحد اوريدي انا بستخدمه ما بستغناش عنه. هو سيرم للشعر بحطه بعد الشاور مينلي تحت على الاطراف، بيطريها وريحته تجنن، كانك لسه خارجه من الشاور، بيدي ريحه كده فريش. اوكي، اصحابي من الشعر الدهني بيحبوه برده، بس بيحطوه تحت اكتر، انا ممكن الصراحه اقربه من فروه الراس عادي. سعره كمان حلو، وبيقعد لانه تقيل، وباخد منه حاجه بسيطه جدا، لو زودتي بيلزق، فحاجه بسيطه جدا، فبيقعد كتير، انصحكم تجربوه، فعلا يستاهل وسعره خطير. مش محتاجه اقول لكم هجيبه تاني ولا لا، انا اوريدي جبته. اخر حاجه في الحاجات بتاعه الشعر هو الماسك ده من مارك هيل، للاسف لو خدتوا سكرين شوت زي قلته، لانهم بطلوا ينزلوه، بقى ينزلوا شكل تاني او ماسك تاني. ان شاء الله هبقى احاول اجيبه واجربه برده، بس انا حزينه، ان شاء الله ان الجديد يكون زي ده او احلى، ما يبقاش اقل، لان انا هزعل. زي ما انتم شايفين علبته صغيره، لانه انت مش محتاجه تحطي كميه، انت يا دوبك تاخدي حاجه بسيطه تحطيها على شعرك، بيخلي سايح ونايح. الناس اللي شعرها جاف هتحبه. ف انا يعني حاسه ان انا كلامي عنه useless، لانه هو ما بقاش
موجود، وان شاء الله اللي موجود في السوق يكون بحلاوته يعني او زيه، بس هما يدوبك مغيرين الكوفر بتاعه. فهجيبه تاني ولا لا مش هعرف اجيبه، بس هجيب الجديد. تعالوا نروح للسكين كير، اللي بالم بتاع لونا اللي ملوش ملامح مخلصاه على الاخر. ده كان بالكيوي اعتقد، بس كان يعني عادي ما فيش ريحه كيوي ولا حاجه، كانت ريحته عاديه وكان لونه شفاف، وانا حبيت ان هو لونه شفاف. صراحه مرطبات لونا كلها تحفه وسعرها حلو جدا، فاللي ما جربهاش فايته كتير. انا بجيبهم ستوك من مصر، بجيب كميه وبخليها عندي، للاسف كميه خلصت بسبب الكورونا، انا بكره الكورونا. هجيبه تاني ولا لا؟ يس اكيد هجيبه اكيد. بعد كده سيرم الرموش دوت من فيج او اف اي جي، انا مش عارفه بالظبط، بس اعتقد ان هو اسمه فيج. احلى لاش سيرم في الحياه في الحياه. مؤخرا انا كنت يعني مستغنيه عن الرموش، مكتفيه بالمسكره في معظم اللوكات من كتر ما هو بيخلي الرموش ما شاء الله بتطول وبتبقى اتقل. فظيع فظيع فظيع. هجيبه تاني ولا لا؟ اكيد هجيبه، بس للاسف انا معرفلوش طريق هنا في الكويت، هو كان جايلي من السعوديه ومعرفش فين في السعوديه للاسف. فلو حد هنا في الكويت يعرف هو فين بليز قولولي، لان انا محتاجاه وعايز اجيبه. في مصر للاسف برضو معرفش هو فين. فيدوا بعض تحت في الكومنتس يا بنات، لو حد يعرف اي معلومه عن اي حاجه انا بقولها فيدوا بعض تحت في الكومنتس، واعملوا لايك للكومنت المفيد علشان يظهر لبقيه البنات. بعد كده مرطب العين ده من دكتور راشل، او كريم العين بالهايلورونيك اسيد، هو ليفتنج فيرمينج اي جل كريم. بصوا هو حلو، وانا بحب اي حاجه فيها هايلورونيك اسيد، وعارفه ان هي بتفيد وبترطب وبتحافظ على البشره، بس ما تقوليش ليفتنج وفيرمينج لان هو ما بيعملش كده، هو مرطب عادي جدا. ف انا ما بحبش ان هم يكتبوا حاجات مش حقيقيه، يعني خليكوا اكتبوا ان هو اي كريم وخلاص عادي، ايه اللي هيحصل يعني. طيب هجيبه تاني ولا لا؟ احتمال بس انا عايزه اجرب حاجات تانية الصراحه، فمش عارفه لو ما لقيتش حاجه كده انترستنج اجربها ممكن ارجع اجيبه. عادي جدا. موجود فين؟ انا بجيبه هنا من الكويت من ميفيك، محل هو موجود في جيت مول، ليهم اكاونت على الانستجرام تقدروا تدخلوا تشوفوا الحاجه بتاعتهم متاحه فين. بقيه الدول للاسف معرفش. بعد كده السيرم ده من اوز ناتشرالز، هو بالهايلورونيك اسيد والفيتامين اي والريتينول والكلمه عجيبه غريبه مش هحاول انطقها. زي ما انتم شايفين العلبه بتاعته غامقه علشان تحافظ على يعني فايدته للبشره. طبعا انا كنت بحطه بالليل لانه ما ينفعش تتعرضي للشمس وانت حاطاه، ولو هتنزلي لازم تحطي سان بلوك. الحاجات اللي زي دي ما بتجيبش ريزلتس في ساعتها، الحاجات ديت يا جماعه نتائجها على المدى البعيد، هتلاقي بشرتك ما بتعجز بسرعه، الخطوط ما بتظهرش فيها اسرع، انت بتبطئي عمليه الايجنج او الشيخوخه. فالحاجات ديت ما بيظهرش نتائجها وقتي، بس الصراحة حسيته في فايدة يعني من ريحته، من ملمسه، من الإزازة، يعني حاسة ان هو مفيد. هجيبه تاني ولا لأ؟ اعتقد هجيبه، بس برضو دايما بحاول اجرب حاجات تانية علشان اقول لكم رأيي. فده حبيته، لو لقيتوه هاتوا وجربوا، كنت جايباه من ابلكيشن براندات. بعد كده كريم الليل ده من بوتس، من اللاين اللي اسمه اكسبرت سكين كير بالظبط كده، وهو كريم ليل. اوكي على سعره حلو جدا، لان انا بحس انه حط طبقه تقيله بتحبس الترطيب اللي انت حطاه او الميه او الحاجات ديت، مهم انك تحبسي الترطيب في البشره وانت نايمه. فانا حبيته جدا، دي مش اول مره اجيبه، يمكن دي تاني او تالت، في اوريدي في واحد تاني بستخدمه دلوقتي، وسعره يجنن. فالناس البنات اللي البادجت بتاعتها قليله تقدروا تجيبوه، هو موجود في صيدليات بوتس. بالنسبه للناس اللي في مصر شوفوا السلر زي ما اتفقنا، فيدوا بعض في الكومنتس. بعد كده برضو من بوتس هو الفيس سكراب ده بالهيزل ويتش هيزل تي تري ويتش هيزل وتشاركول، يعني بالفحم. بصوا هو يعني
كسكروب حلو لان الحبيبات بتاعته كبيره. ساعات بحس ان انا عايزه حبيبات كبيره وساعات بحس ان انا عايزه حبيبات صغيره. فلو انت زيي بتحبي ساعات بتحسي كده وساعات بتحسي كده، ده حبيباته كبيره فانصحك بيه. بصوا هو مكتوب عليه ان هو draws out impurities and unclogs pores leaves skin appearing healthier، يعني هو زي الرؤوس اللي بتبقى على الانف هو بينظفها وبيطلع الحاجات اللي جواها. فالكلام ده عادي يعني، هم مش للدرجة دي خالص. لو انت بتهتمي ببشرتك دايما فهتعرفي انه اكيد يعني هو السكراب دايما بيحافظ ان الحاجات دي ما تتراكمش، بس مش لدرجة ان هو يشيلهم من جوه لانه حبيباته كبيرة. فبس مقشر كويس او سكراب حلو. هجيبه تاني ولا لا؟ اعتقد لو ما فيش غيره حاجة كده خشنة اعتقد هجيبه. لو لقيت حاجة تانية بديل تاني نفس التكتشر كده الخشونة يبقى هجيب الحاجة التانية دي. اوكي اخر حاجة في السكين كير هو اللوشن ده من اوكي، هو فيس لوشن مرطب. صراحة حبيته، الباكجينج بتاعته كيوت، سعره ظريف مش غالي قوي، قعد كتير معايا، الترطيب بتاعه حلو. هرجع اجيبه ولا لا؟ لو ما فيش برضو اوبشن غيره هرجع اجيبه. مين لي الصراحه يعني عادي، هو مش كاتبين عليه حاجه معينه، فهو ممكن تستخدميه الصبح ممكن تستخدميه بالليل، بس انا الصراحه كنت بستخدمه بالليل. اي حاجه بلاقي مش محدده بالظبط صبح ولا بالليل وما فيهاش حمايه من الشمس بشفتها على بالليل، امان اكتر يعني، انا بحس كده. فهجيبه تاني ولا لا؟ اعتقد ان انا هجرب حاجه تانيه، بس للأمانة حبيته كان حلو. فاضل البادي كير وكده، دي آخر كاتيجوري عندنا النهاردة. فتعالوا نتكلم عن البادي لوشن ده من باث اند بادي ووركس. يارب يكون باين لأنه أنا شايف أنه عمال بيلمع. أوكي ده اللوشن بتاع بينك كشمير البادي سبراي، I love it، تحفة. أي حد جرب بينك كشمير سواء السبراي أو البادي لوشن يجنن ريحته، تجنن ريحته. هو ريحته لسه موجوده، انا عارفه ان العلبه بقالها كتير. بصوا ريحته تحس ان هو برفيوم فرنسي هادي انثوي، في انوثه كده ناعم، ووحشني وعايزه اجيبه. هجيبه لو لقيته. اعتقد ان هو ما بقاش متاح قوي، بس لو لقيتوه جربوه على ضمانتي. شموه الاول طبعا، يعني ما تروحوش تجيبوا اي حد يقول لكم على اي حاجه تروحوا تجيبوها كده، شموه. انا متاكده انه نسبه كبيره من البنات هيعجبها، كل اللي جربوه حبوه. اوكي كمان بادي لوشن كنت بخلصاه من باث اند بادي ووركس، هو ده اسمه بيوتيفول داي. ده نوعا ما غير شويه عن البينك كشمير، هو فريش اكتر يعني مش هادي كده، مش يعني لو عايزه تفوقي شويه ممكن ده قوي، اقوى من البينك كشمير. بس الصراحه حبيته يعني كان حلو، مش مستفز بالنسبه لي. هرجع اجيبه ولا لا؟ ممكن يكون لا علشان اجرب حاجات تانية، يعني مش الفيفوريت اللي هو لا انا اجيبك تاني، بس كان حلو. فلو حابين تقدروا تشموه، لو عجبكم جربوه. اخر حاجه عندنا النهارده هو اكيد مش هتلاقوه لانه بقاله كتير قوي 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 عندي، هو البادي سبلاش ده من فيكتوريا سيكريت. بصوا انا مش هوصف لكم ريحته علشان ما تتعشموش فيه، بس انا متاكده ان هو كولكشن قديم قوي وما بقاش موجود، بس كان يعني ريحته تجنن. بصوا يعني انا يعني من كتر ما انا اهملته فتره فحسيت انه خفت يكون يعني باظ ولا حاجه، فبقيت ارشه على الهدوم في البيت او على الاسدال يدي ريحه حلوه في البيت، وكان كل ما حد يشمه يقول لي الريحه الحلوه دي، ريحه فريش، ريحه ناعمه، ريحه سويت، صراحه يجنن. بس للاسف امشور ان انا مش هعرف احصل عليه تاني، ف نختصر الكلام. بكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، استفدتوا استمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. لو في حاجه بتخلصوها دايما وبتجيبوها تاني قولوا لي ايه هي تحت في الكومنتس، يمكن اجربها انا كمان. تنسيش لو عجبك الفيديو ده اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برايك، واعملي شير كتير مع صحابك اللي بيحبوا النوع دوت من الفيديوز. واخيرا ليس اخرا ما تنسيش تابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا على الفيسبوك.
فيسبوك، تويتر، انستغرام، سناب شات، تيك توك، واكيد على اليوتيوب. هتلاقوا كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو ده. لو انت على فيسبوك كده بتسال على شاشه حاجه الفيديو، كمان هتسال في اخر الفيديو ده. اشوفكم كل الفيديو الجاي. باي باي. كل فيديو لازم علشان اصور صوره الفيديو ده لازم الحاجه تفضل تقع ومعرفش اصوره ومعرفش ايه. حاجة قمة في المأساة، قمة في المأساة. اوكي. اللي بنحب الإزالة خلاص اندرو تو خلاص ممكن اشتريها. انا بحب احط امبوسيبل امبوسيبل. انا استني الكلام. انسى ما نسيت خلاص. اتفضل عايز تقول ايه تاني؟ ايوه. هاي اندروتو، هاي اندروتو، اندروتو، اندر اي 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 اندروتو. روج موف روج يا جماعه. اندروتو فاكرينه اندريا البريء الرقيق، بقى شرير وبقى بيعضني وبقى ما بيخلينيش امسكه، ومجرد لو سبته دلوقتي هيطير وهحتاز بقى. انا مش كل قاعده اجري وراه في حاجه على ريش. فك يا غدي يا غدي اندروتو النام يا اندروتو يا غدي. ساعة 12 يا اندري. هننام امتى؟ هننام امتى؟ هننام امتى؟ هننام امتى؟ يلا عايزه اصور بليز. ممكن اعتقد خدت يعني حقك، طلعت على الكاميرا وعملت اللي انت عايزه. نام بقى. اوكي نام زي اخواتك يلا. فلو انت من الناس اللي بتحب بس مش معقول كل ما اجي اتكلم هنسكت ولا ايه؟ المفروض ان هو كان اسمه سمفريدي مش فاكره سمبريدي لا قاعده بقسمهم نشوف عن يعني في سكين كير، في بودي كير، في هير كير، في حاجات كتير. عندنا ميك اب. اوه ماي جاد. عندنا ريشه جوه البوكس. انا بحط الحاجه كلها جوه البوكس ده بقالي بجمع فيها، وفي ريشه مع شعريتي تقريبا. keep you for later.